الجمهورية قيس سعيد مؤخرا في الاجتماع المجلس الوزاري كان تحدث على العديد من المشاكل اللي قاعدة صايرة في البلاد، وأيضا تحدث على تواصل الاحتكار، وقال أنه مش معقول أنه مواد أساسية تتفقد فيسا وترجع فيسا، تختفي في بلاصة وترجع في بلاصة أخرى. قال أنه الغاية واضحة، الغاية منها قال أنه تأجيج الأوضاع بصفة عامة ودعا إلى تطبيق وفرض القانون في بلادنا. شو رأيك؟ احنا في تونس هذيك العادة متاعنا، احنا في تونس اللي يطلع واللي يحب يريق البلاد واللي يحب يعمل السلم في البلاد واللي يوفر الشغل، لا نعكروا له الامور، نحطوا له العصا في العجله. علاش كانت العيشه نتاعنا هكا قبل؟ ما كانش قبل الثوره، ما كانش هكا، فهمت ولا لا؟ ولكن الانسان كي يحب يخدم احنا لازمنا نعاونوه، سواء زيد ولا عمر، اي واحد يجي مرحبا به باش يخدم البلاد نعاونوه، احنا نقفوا معاه، فهمتوا ولا لا؟ يا اخي سيد الرئيس وقيس سعيد يا اخي هو قمر بشدوا على الناس كله، كما كان غيره اللي قبله اللي قبله قبله. شكون يريق لها البلاد؟ هو المواطن التونسي يريق البلاد. تو انت مثلا جمعيه نتاع كوره، لونترينور عمل ورانا وعطانا نصائح وكل شيء، ومن بعد الجوارات فهمتوا ولا لا ما يعطيوش الواجب، نوحلوها في اللونترينور، انت الكوره ما مركيتهاش، يهبط لونترينور كل شيء مبرر. اجي نقول لك حاجه، انا لاحظت حاجه، ولو اني ما نحبش ندخل في السياسه، الشاك فوا الرئيس يحكي على حاجه يا اما تغلى يا اما تنقطع ولا سي سا. دونك الحليب لا سمان ديغني موجود بكدس، انا بدي ما في باليش، قالت لي جارتي راهو الحليب ما فماش، قلت لها لا شفت من با دو جور، قالت لي لا يبان ما فماش حليب، تو ما فماش حليب. شنو هو معناها حاجات موجودة في بلاصة وحاجات موجودة في بلاصة؟ هذا ما هوش منطقي، لأنه هو كرئيس دولة يلزم يوفر الحاجات في الأماكن الكل، هكا ولا لا؟ السكر ما فماش، الزيت ما فماش، السميد ما فماش، القهوة ما فماش، به الناس اللي بس عليها طابت تشري القهوي، واللي ما عندوش ما يشربش قهوة، ويلزم يشرب قهوة ولا لا؟ حليل والزوالي صراحة. المواد الأساسية احنا في الحومة معناها ما حق ما قيناش مشكلة، معناها موجود الحليب موجود. بون انا نسكن هوني في 18 جانفي في سنتر فيل، مي ما فماش معناها ما عنديش مشكلة نتاع اي موجود، كل شيء موجود في حومتك. فما مواد أساسية مفقودة؟ اي مفقودة وعندها مدة زادة. اي نقول لك الزيت والسكر أكثر حاجة، أنا الزيت المدعم هذاك من رمضان ما شفتوش، والله توقعتش عدنا على رمضان ما شاء الله، 4 شهور ولا 5 شهور ما ريتوش. والسكر زادة. انا رزمون نخدم في تونس، انا قريبه للفضاءات التجاريه الكبار لهنا، اولا نسمع كي يبدا ثم نشد الصف نلقى هكاك شوي، اما في حومتي مساكن لا فضاءات تجاريه كبيره لا عطار في حومه بالطبيعه. يس. وين تسكن انت؟ برش صدريه. كي تبدا فما حاجه مفقوده معناها تغيب برشا ولا تغيب برشا؟ انا قلت لك اشهر ما ريتش انا الزيت المدعم يدور، ما ريتهوش. والسكر زاد توا مده يمكن شهرين هكا ما ريتش، معناها مشكله كبيره. هذا ما نحكوش نحن على الروز مثلا وحاجات ممكن في الحوم ما يفقدوهاش مثلا برشا، عادي يعني ما نلقاش روز نجم نعيش، اما بالنسبه للزيت والسكر حاجه اكثر من اساسي. خاصه انت حاجات مفقوده، شنو عندك بديل؟ والله بديل مثلا باهي الزيت، وصلت نطيب الزبده، الزبدة الصبة ذيك مثلا ناخذ شوية زبدة نعوض بها الزيت، أما مش حل. السكر مثلا تقشفنا، يقول لك مثلا القهوة وصلت نحط فيها في الحلوى، حلوى ذيك تتبيع، والله نحط في كعبة حلوى وندورها باش تبدل الجو شوية نتاعها. في الياسمينات بن عروس ما فماش السكر، الزيت، القهوة، السميد ما فماش. شنو العظم زادة ساعات ما فماش. علاش مثلا يبدا ثم اتولي نتاع حلو يبدا موجود فيه كل شيء، العطاره ما يعطيكش الا ما تقضي الحاجات الاخرين، ما يعطيكش العطار مثلا كيلو سكر، واللي عنده 10 و8 في العائله كيلو سكر يكفي؟ ما يكفيش كيلو سكر، حاصلوش باش نقول لك. في ظل غياب هالمواد هذه اللي تتفقد، انتم كيفاش تعملوا مثلا؟ نعيشوا في الستريس، على اعصابنا، واحد باش يقوم يعمل كافي ما يلقاش سكر، باش يقوم يطيب خبز، ساعات الكوشه زاده بالصف. الخبز هو توا مفقود، من 5 نتاع العشية ما فماش خبز، ما فماش باجيت، ثم شكون يشري خبز سميد ب 900 ودينارة؟ قلت لك ثم ناس تبات بلاش، يا ما فماش الحاصل. ربي يعطينا الصبر وكهو، الشدة في ربي.
من الاخر وعلى الاخر. فما موجود. كيما شنو؟ الحليب، السكر، السكر هذاك ما نحكيوش عليه بالطبيعه. والقهوة ما نحكيوش عليها هذيك، أما نحكيو توا في الأساسيات وبعد التلامذة كي رجعت. عندك الحليب مفقود، عندك البعض من 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 النعمة زادة مفقودة، عندك زادة كيف كيف معناها حاليا هذو هما. ولكن في حومتكم وأنتم وين؟ انطلاق. هاي الانطلاقة عند العطار الكل، عند الفضاء التجاري الكل ولا بعض؟ لا لا، الأكثرية في الفضاء التجارية موجود الحليب، لكن تلقى الحليب هذاك 0% وهكا الحكاية. أما الفيتالي والحليب نتاع الشعب التونسي باش يقوم الصباح يشرب صغار ولا باش يعمل قاوت ولا هذاك مش موجود. واحد وبقرته يا أخي ما بعضهم. لا ممكن حد وبقرته. نسكن في مدينة حمام لف. حمامة حمامة. ألوغ في حمام لف فما مواد أساسية مفقودة؟ والله أنا توا السكر مريتوش مريتوش. والحليب؟ الحليب فما، لا فما الحليب، أما فما الغالي الاخر بالمعارف يخرجوه شويه شويه. بقره وحده هما؟ اي عندنا في تونس 100 بقره. ما في نفس البقره بنفس الحليب. اي الله غالب الله غالب الله غالب. انا كان جيت اوم دافير مثلا بدلوا الامبلاج ولا اصفر؟ لا ولا اصفر ولا 2600، الاخر ناخذوا فيها 14%. علاش؟ اللي عنده اربع صغار خمسه صغار. كي تتفقد المواد هذه وتعاود ترجع متوفره ترجع بنفس السوم ولا تزيد؟ لا تزيد. نفس ما هوش نفس السوم، تزيد. العطار يبيع على مزاجه، الخضار كيف كيف، السبريت ما نحكي لك، السبريت ولت اكثر من العطار ومن الخضار ومن الدنيا الكل. وعجبك راهو اشري والا ما تشريش. اللي ما عندوش مسكين يروح على روحه، واللي عنده هكا يشري الدوبل. مش الناس كل عندها. حنحكيو على حاجه جديده ولات موجوده، كي باش تتفقد ماده يقول لك اسمع راهو الجمعه الجايه فما امكانيه الحليب ما عادش. يعني تبرمج الحكايه هذه. اي مبرمجه، اي ظاهره، ليه ظاهره مبرمجه. هو انا ما فهمتش انا منين تجيهم المعلومه اللي الحليب باش يتفقد. جو با كومبري منين تجيهم المعلومه. تو الحليب ما فماش، شنو ياخذ ما فماش، السكر ما فماش، هذاك صافي لونتون ما فماش. نشريو فيه مارشي نوار ونشريو تاع الجزائر. ربي يقدر الخير. ما نتخيلوش ما نتخيلوش عفوي معناها. خاطر اذا كان هوني موجود علاش ما يكونش موجود في بلايص اخرين؟ هكا ولا؟ اي فوالا، اي بيان سور، نتاع كل يوم حليب سكر زيت اللي الناس يسحقوه نتاع كل يوم. حسب رايك انت هذه الاختفاء نتاع المواد والاحتكار هذا من اجل غايه ربحيه فقط، يعني باش يخبيها ويزيد بعد في الفلوس، ولا فما غايات اخرى؟ والله السؤال الاولاني اللي قلتيه هو الصحيح. ثم ناس تخبي، ثم عطاره تعطي بالوجوه ويبدا عندها ستيكات تحليب وما تعطيش، سكر ما تعطيش، قهوه ما تعطيش، يعطوا فيها كل الناس اللي يعرفوهم. هاني قلت لك العظم ساعات تتفقد، تمشي للرستوران تلقى كل شيء موجود مخدوم بالعظم، الحلو، السكر كيف كيف، الزبده كيف كيف. والبقره نتاع الحليب الدسم؟ الدسم ساعات موجود وساعات مش موجوده، يعطوا فيها مش للناس الكل. البقره وحدها؟ والبقره وحدها. طول الحليب الاخر مفقود، ولا نتاع 2600 يضر لي انا، عندي انا امور تجاريه. طيب انت ريت المولد كي تعدى، المولد كي تعدى ما عادش روحانيات، تو ولات معناها تجاره تجاره. علاش ما ترخصش العباد وخلي العباد تاكل وخلي العباد تفرح؟ انا ما نعرفش بفعل فاعل الحقيقه. يقولوا مثلا نعرفش انا تو المعمل حل هذاك تاع السكر ورجع يخدم ما عرفش شنو وباقي ثم ازمه. انا نقول ممكن هكا مثلا اللي يصنع فيه يحب يضغط باش يزيد في السوم، يحب يضغط مثلا باش ولا ثم احتكار زاده يعطيه الجهات معينه مثلا تخدم بيه هكا الصناع مثلا الوتله. كيما نقول مثلا ثم ناس تستنفع به والمواطن ما يوصلوش. رئيس الجمهوريه حكى على تطبيق القانون، قال يلزم نقضيو على هالاحتكار هذايا، لازم المواد تتوفر للناس الكل. قال نعرفوا انه غياب المواد الاساسيه هذه ولا فما علاش؟ لانه الشعب واعي. حسب رايك انت الشعب واعي بهذا الكل؟ واعي بهذا الكل. ما نقولوا نحن ثم ناس قاعده تخدم ضد المسار هذايا، باش ضد اللي يمشي في مصلحة المواطن. ما نعرفش هذوما رؤوس الأموال، الناس المحتكرين هذوما ناس ما نعرفش شنو ذنب المواطن يمشي للعطار ما يلقاش. المواطن هو قاعد يدفع تو في الفاتورة، صدقيني يدفع في الفاتورة.
انا ثم ناس انا راني قلت لك انا محظوظ نخدم في تونس نلقى هكا ندبر. بالنسبه انا نعرف جيراني مثلا يبقى ومدة قلت لك بلاش سكر وبلاش زيت يطيبوا هكاك نحت القهوه نحت كل شيء بالسكر تنحى. شنو ذنبه؟ نا حاجه تفوتنا احنا تفوتنا احنا حاجه تذية صعيبه على مخاخنا. حاجه اخرى دولاب قويه راه هذا راهو يد واحده ما تصفقش راهو راهو يد احنا ما تصفقش. مش هذه مشكله تونس احنا تونس مشكلتنا صف واحد والى الامام ليس الى الوراء الى الامام. تونس يزمنا بلادك راهو انا خرجت الخارج برشا خرجت خاصه السعوديه كنت تمشي مرشد معناها عمرات وكل شيء والله هي بتربي على راس العين مكه ومدينه صلى الله عليه وسلم نحبهم واحد ونموت عليهم ونبدا نبكي كي راهم في التلفزه كل شيء ولكن عقري داري انسان وكرك وكرك قد ما تسافر كل شيء بلادك ما عنده حتى ذنب لازمنا نقضيو عليهم الحكايات هذوما في اقرب وقت. رسالتك للناس اللي قاعده تخبي في السلعه هذه وتخبي وتحتكر خافوا ربي قبل السياسه وقبل الانتخابات وقبل كل شيء كتوانسه بينات بعضنا احنا توانسه كتوانسه بيناتنا معناها خافوا ربي معناها كاو سيتو زايده معناها ما عندي ما نقول لهم كان خافوا ربي. شنو تقول للناس اللي تخبي في المواد هذه؟ قول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم للي ما يعطيش للزوالي على خاطر الزوالي مسكين ما عندوش لشكون يلتجا. الزوالي بالرسمي واللي ما عندوش سند بالرسمي بالحق العباد راهي جواعة. نعطيك من الاخر الناس كل ماسك انت هكا ريتيني انا هكا ساعات نمشي باش ناخذ سكر وحليب نروح قلبي يوجع فيا هكا ما فماش.